أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددا أن مصر لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا في قصر الاتحادية، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الوصول إلى حل دائم للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن هناك ضرورة لوجود مناطق آمنة في جميع مناطق قطاع غزة، لافتا إلى أن نحو 70% من الضحايا في غزة من النساء والأطفال. أقدر جدا هذه الزيارة، دولة رئيس الوزراء بيدرو ودولة رئيس الوزراء ألكسندر، برحب بيكم أهلا وسهلا. أشكركم أيضا على حضوركم، وأشكركم على مواقفكم الحقيقة اللي بسجل بتقدير واحترام اتجاه التطورات اللي بتحدث في قطاع غزة. تناولت مباحثاتنا خلال هذا اليوم الحقيقة مرحلتين. المرحلة الأولى بتتعلق بالتطورات اللي بتتم خلال هذه الفترة في القطاع من مواجهات عسكرية موجودة، والنتائج اللي بتتم على الأرض فيها، والإجراءات اللي احنا محتاجين نتحرك فيها بفعالية أكتر. واحنا هنا بنتكلم على احنا النهاردة بنتكلم على هدنة يعني مؤقتة لمدة 4 5 أيام، ونتمنى انها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى اللي موجودين لدى حماس، وأيضا إدخال المزيد من المساعدات. وهنا أنا بتكلم على أن احنا محتاجين ندخل مساعدات أو إدخال مساعدات لإعاشة 2.3 مليون إنسان. 2.3 مليون إنسان محتاجين كل شيء، من المية للأغذية للمواد الطبية لكل شيء، عشان تقدر نتيجة الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. احنا بنتكلم على ناس بتعاني في القطاع من عدم وجود مياه الشرب صالحة، مفيش أغذية، مفيش مواد طبية، وطبعا تحت القصف اللي أفرز سقوط حتى الآن ما يقرب من 15,000، 15,000 من المدنيين، منهم أكثر من 5,500 من الأطفال، وأكثر من 2000 من السيدات. احنا بنتكلم على 60-70% من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء، وده أمر لابد من وضعه في الاعتبار. إذا احنا محتاجين خلال اللي احنا في حديثنا مع دولة رئيس وزراء بلجيكا ودولة رئيس وزراء أسبانيا على أهمية إن المجتمع الدولي يقوم بتقديم مساعدات تكفي إعاشة المدنيين أو المواطنين اللي موجودين اللي بيعانوا من القطاع. دي نقطة. النقطة التانية، تكلمنا أيضا على أهمية إن يبقى في مناطق آمنة، والمناطق الآمنة اللي بنتكلم عليها مش في جنوب القطاع، احنا بنتكلم على مناطق آمنة موجودة في وسط القطاع وشمال القطاع وجنوب القطاع، تسمح بتواجد الناس التي فقدت منازلها. واحنا هنا بنتكلم على تدمير مش أقل من 40 إلى 50 ألف منزل تدميرا كاملا، وأكثر من 70 ألف 100 ألف منزل تضرروا بشكل أو بآخر. وبالتالي احنا بنتكلم على مناطق آمنة تسمح بإعاشة وتواجد هذه المواطنين. الهدف من كده ايه؟ ده كلامنا اللي احنا تحدثنا فيه، ان احنا نساعد القطاع على ان فكرة تهجير الفلسطينيين مش بالتصريحات، لان اللي بيتم دلوقتي هو عمليا يجعل البيئة، بيئة الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي ده دفع او تهجير قسري بشكل او باخر الى خارج قطاع غزه. وانا اكدت وفي توافق الحقيقه، سواء كان في حديثي مع الرئيس بايدن في هذا الامر، ان انا قلت له ان هذا الامر خطير، وهو اكد لي ان هو لن يسمح ايضا بتهجير قسري خارج القطاع. وهنا ايضا هذا الامر تم تجديده مع اصدقائنا المسؤولين، رئيس دوله اسبانيا ورئيس دوله بلجيكا، على اهميه عدم التهجير القسري الى خارج القطاع. وانا من جانبي في مصر، انا اكدت ده امبارح وبقوله النهارده، ان احنا في مصر لن نسمح بذلك. احنا استقبلنا 9 ملايين، وده امر كان نتيجه ظروف مختلفه عن الظروف اللي موجوده في قطاع غزه. اللي استقبلناهم عندهم مشاكل في بلادهم، مشاكل امنيه
زي سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، السودان، لكن بلادهم موجودة محدش هياخدها. لكن القطاع حاجة أمر مختلف خالص، وبالتالي ده أمر إحنا قلنا إن ده بالنسبة لنا أمر لن نسمح به ولن نقبله، أولا للتهجير القسري أو لتصفية القضية الفلسطينية، وده فيه توافق دولي وتواجدت تفاهم حقيقي من الأصدقاء تجاه هذا الموضوع المهم أيضا. إذن المرحلة الآنية أو المرحلة العاجلة اللي احنا بنتكلم فيها هي مرحلة احتواء التصعيد اللي موجود ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وتوفير مساعدات. وأنا بقول مرة تانية مصر بكل تواضع قدمت حتى الآن ما يقرب من 70-75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم ظروفنا الاقتصادية. لكن هنا بنتكلم على أن المجتمع الدولي خلال هذه المرحلة مهم جدا أن يدخل مساعدات تكفي لإعاشة 2.3 مليون. معبر رفح لم يغلق ولن يغلق عشان نسمح بدخول المساعدات وخروج أيضا الرهائن والأسرى وأيضا الجنسيات اللي احنا خلال الفترة اللي فاتت عملنا على أنها تخرج من كل الدول الصديقة أو كل الدول اللي كان ليها رعاية مزدوجة جنسية أو رعاية داخل القطاع. احنا بنتكلم عن أكتر من 30 دولة، ومن جانبنا احنا ما عطلناش أبدا خروج الرعاية ديت لأن كان الأمر مرتبط بموافقة الجانب الإسرائيلي على خروج هذه الرعاية والقوائم اللي بتصدق عليها بهذا الإطار. ده الجزء الأولاني اللي احنا اتكلمنا فيه. اتكلمنا أيضا على مرحلة ما بعد الحرب وأهمية أن أنا بقى مش هقول إحياء مسار حل الدولتين، لا، إحياء المسار ده فكرة على مدى 30 سنة استنفذت ولم تحقق الكثير. احنا كمان عايزين نكون واقعيين وموضوعيين في الحل لهذه القضية التي تتسبب في ألم. احنا النهاردة بنتكلم على 5 جولات صراع تمت خلال 17-20 سنة اللي فاتوا، سقط فيهم من الإسرائيليين من الفلسطينيين ما يقرب من 27,000 مدني أغلبهم من النساء والأطفال. 27,000 مدني سقطوا خلال ال5 جولات صراع. أرجو أن احنا ما يعني لا نغفل ذلك، وأن أسبابه هو أن الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان دايما ما بيصلش إلى تحقيق المأمول بأن يبقى فيه دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية. وقلنا أن احنا مستعدين يبقى هذه الدولة منزوعة السلاح، وأيضا في ضمانات بقوات سواء هذه القوات من الناتو أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أمريكية زي ما أنتوا عايزين حتى يبقى نحقق الأمن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية. هنا بنتكلم على أن إحياء المسار قد لا يكون هو الأمر المطلوب بعد اللي احنا شفناه. نتائج تعثر هذا المسار على مدى 30 سنة بيقول لنا أن احنا لابد أن نتحرك بشكل مختلف عما كنا عليه، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها الأمم المتحدة. أنا أتصور أن احنا لو تحركنا بهذا الأمر هنبقى ده بيعكس مسؤولية حقيقية وجدية حقيقية من جانب المجتمع الدولي والمهتمين بتحقيق السلام في منطقتنا اللي كل 4-5 سنين نتعرض لمسألة زي اللي احنا بنتعرض لها دي وينتج عنها ضحايا. ثم نتكلم عن إحياء المسار وإن يبقى في حل للدولتين، ثم مع الوقت تتآكل الفكرة قدام التفاصيل المختلفة لهذا الأمر. من جانبه وجه رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الشكر إلى القيادة المصرية على دورها الأساسي الرامي لإنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور حيوي في إيصال المساعدات الإغاثية إلى المتضررين. كما أعرب سانشيز عن التزام إسبانيا والاتحاد الأوروبي بدعم الجهود المصرية الرامية لوقف التصعيد، مؤكدا ضرورة تحقيق السلام في المنطقة من منظور شامل يفتح الباب أمام إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الممتد منذ عقود. كما طلب رئيس وزراء إسبانيا المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب مصر لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة، تمهيدا إلى بدء محادثات شاملة.
وبدوره ثمن رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديكرو الجهود المصرية في إجلاء المصابين ورعاية الدول الأجنبية من قطاع غزة. كما أعرب ديكرو عن تقديره لمساعي الرئيس السيسي في التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار كهدف نهائي للمحادثات. وأوضح ديكرو أن هناك حاجة لدخول المزيد من المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ حياة المواطنين في غزة، مؤكدا أن معبر رفح ليس كافيا وحده لدخول المساعدات المطلوبة. كما دعا رئيس وزراء بلجيكا إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية أرواح المدنيين في مناطق الصراع. والمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلي عبر الهاتف سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. أرحب بك معنا إلى هذه النشرة سيادة السفير. بالطبع يعني مؤتمر صحفي هام في غاية الأهمية بين الرئيس السيسي ووزراء خارجية إسبانيا وبلجيكا اللذين يزورا القاهرة. أبعاد وأهمية هذه الزيارة لمصر في هذا التوقيت برأيك؟ يعني اولا هو بالنسبه لاسبانيا هي الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي، وبلجيكا الرئيس القادم اعتبارا من شهر ديسمبر، فبالتالي الرئاستين موجودتين على اساس ان يبقى في يعني معرفه و يعني لديهم كل ما يتوفر من معلومات من طرف مباشر واساسي في هذه الازمه وهو مصر، وبالتالي ده في غاية الأهمية. أيضا أحب أشير إلى أن إسبانيا وبلجيكا بعدما بدأت إسرائيل في ضرب المدنيين كان لهم موقف إيجابي، ربما من الدول الأوروبية القليلة اللي كان لهم موقف إيجابي وبيطالب بضرورة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان وعدم ارتكاب هذه الجرائم ضد المدنيين، فبالتالي دورهم ايجابي. نامل ان هو ينعكس على بقيه الدول الاخرى. بالنسبه اللي اثير في المؤتمر الصحفي في الحقيقه موضوعات في غايه الاهميه. ما ذكره الرئيس السيسي عن ضروره ضمان التحرك اهالي غزه في الجنوب والوسط والشمال، لان ده معناه ان تمنع الناس يعودوا الى بيوتهم، ويبقى ده جزء من التهجير القسري. وان اسرائيل اللي هو اللي كان هدفها هذا الهدف ودفع السكان باي وسيله انهم يخرجوا سواء لمصر او لغيرها. فده ضمان لعدم التهجير القسري. ايضا بالنسبه لضمان دخول مواد غذائيه وطبيه ومواد ماء مياه ووقود بدرجه كافيه ل 2 مليون ونص او 2 مليون 3 من عشره. نعم. دي النقطه دي ايضا اشار ليها الضيفين الاخرين. ودي نقطة مهمة يعني من حيث نعم كما تطرقت أيضا يعني المباحثات والمؤتمر الصحفي لما يتعلق بضرورة وضع حل يعني على المدى البعيد للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية عن طريق حل الدولتين. بشكر حضرتك سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق على كل هذه الرؤى والإيضاحات.